أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستترك للبرلمان خيار التصويت في 14 من آذار مارس المقبل بشأن إرجاء البريكزيت لفترة قصيرة في حال رفض النواب اتفاقها. وفي حال رفض الاتفاق ستجري الحكومة تصويتا في 13 من آذار مارس حول ما إذا كان النواب يريدون خروج من الاتحاد من دون اتفاق. لم يعد هناك ضباب في لندن، تلاشى الصقيع ونثر الربيع باكورة أزهاره في حدائق المدينة. ها هي شمس فبراير تمسح كآبة الشتاء من على وجوه اللندنيين. وحدها هواجس بريكزيت تقبض على الاقتصاد والناس، تحبس الأنفاس مع اقتراب موعد الحسم النهائي. لندن مركز المال والأعمال، قلب نابض في أوروبا، بنوك وشركات تترقب وأخرى رحلت إلى أوروبا. قرارات ومشاريع ووظائف كثيرة تتأرجح على سيناريوهات باتت أقرب إلى تخمينات. بريكزيت يكون أو لا يكون، في موعده أو يؤجل، بأي ثمن وفي أي نموذج يتجلى، تلك هي المشكلة الكبرى. ليكون واضحة، لا أريد تمديدا للمادة 50. يجب أن ينصب تركيزنا المطلق على العمل للتوصل لاتفاق والخروج في 29 من مارس. لكن ماي لا تملك الثقة الكافية، قد يرفض البرلمان للمرة الثانية خطتها في 12 من الشهر المقبل. هنا عليها أن تعود بخطة معدلة. الوقت لا يكفي، موعد الخروج في 29 من آذار مارس المقبل، لذلك عرضت على النواب تمكينهم في 13 من الشهر المقبل من التصويت على عدم الخروج من الاتحاد من دون صفقة، وفي اليوم الموالي ستستشيرهم في إمكانية تمديد قصير ومحدود لموعد الخروج البريطاني. الأوروبيون لا يمانعون، الممانعة تخرج من برلمانها، من المعارضة ومن داخل حزبها أيضا. خطة رئيسة الوزراء الفاشلة تفتقر إلى اليقين والضمانات المستقبلية، رفضها هذا المجلس رفضا قاطعا. لا يمكن أن نخاطر باقتصاد بلادنا ومصالح شعبنا. إن حدث ومرر البرلمان خطتها، علينا أن نستشير الشعب مجددا ليتأكد أن هذا هو ما صوت له. موعد الحسم قريب، والتجاذبات باتت على أشدها بين تيريزا ماي التي تناور ونواب في البرلمان يسعون لافتكاك ملف بريكزيت منها. إن نجحوا فستجد نفسها على الهامش، وربما بدون مبرر للبقاء على رأس الحكومة. بريكزيت هو من أبقاها حية كل هذه الفترة، وربما هو من يقذف بها خارج مبنى رئاسة الوزراء.